Come on,
نحن الآن داخل أحد المجازر بكرة الصعيد لمتابعة جمعية الأورمان وحفل توزيع لحوم الأضاحي هنا في إحدى قرى الصعيد، ومعنا الدكتور عرفنا حضرتك عبد الحميد محمد عبد الحافظ أبو شناف مدير إدارة جنوب العيار. يعني أسأل حضرتك يعني التجهيزات والاستعدادات التي قام بها المجزر لاستقبال عيد الأضحى. والله إحنا عملنا كل التجهيزات اللازمة من ناحية نظافة المجزر ووجود الأطباء ووجود العمال ووجود الجزارين والاستقبال الذبائح بتاع عيد الأضحى المبارك. يعني دور الطبيب البيطري في داخل المجزر؟ والله دور الطبيب البيطري هنا في المجزر بنقوم بتنظيم العمل جوه المنظر دي، المجزر نمرة واحد، نمرة اتنين بنكشف على الذبائح اللي هي اللي جاية، وبنشوف الكشف الظاهري الأول، الكشف الظاهري على البهيمة نفسها اللي جاية، لها ثلاث شروط قبل ما تتذبح في المجزر عندنا هنا. أولا لازم ما تكونش عارجة، ما تكونش عامية، ما تكونش فيها أي مرض، لا جرب ولا الامراض الجلديه اللي هي الزهر دي او اي مرض اخر يكون على البهيمه. المرحله الثانيه حضرتك قلت في كشف ظاهري وكشف بعد ما دي المرحله الاولى. المرحله الثانيه بنقوم بالكشف على البهيمه نفسها، على الذبيحه اللي جايه. نمره واحد بنكشف على جميع الغدد اللي موجوده في الجسم، سواء الغدد الاماميه او سواء الغدد الخلفيه اللي هي بريس كابولر او بريف يومرا، وبنكشف على الغدد الداخلية برضو وعلى الراس والعضلات بتاع الوجه نفسها وعلى الرئة وعلى الكبد. بنشوف موجود السل التي بي بيبقى ظاهر في الغدد الليمفاوية، وبرضو الحواسلة بتاع الدودة الشرطية دي مهمة جدا، لو لقينا واحدة بس في البهيمة بنعدمها كلها لأنها بتتحول لدودة في جسم الإنسان وبتسبب أمراض كتيرة جدا. وبالنسبة للسل دي الدوده دي ممكن الحواسله بتاع الدوده الشريطيه دي ممكن نلقاها في العضلات بتاع الجسم نفسها في العضلات، اما التي بي بيبقى كسره موجود في الغدد، في الغدد الليمفاويه وكتير تاني من الامراض. يعني لو تم اكتشاف احد الامراض في احدى الذبائح كيف يتم التعامل معها؟ والله لو اكتشفنا اي مرض موجود مثال ذلك زي الدوده الشريطيه الحواسله بتاعتها، بنلقى دوده واحده في البهيمه في الجسم نفسه بنعدم الجثه كلها، بنعدمها كلها. ولقينا بالنسبه للتي بي اللي هو السل، والسل بقى منتشر قوي في مصر اليومين دول وبسببه الاصل الحيواني، فلما بنلقى السل بيبقى في اعدام بيبقى موضعي. لو لقينا السل مثلا في الربع الاولاني الشمال او اليمين بندور على في الغدد الثانيه، لو ما لقيناش بنعدم الربع ده لوحده والبهيمه كلها بتبقى صالحه. ولقينا سل مثلا في الرئه، السل بتاع الرئه ده فيه سل اللي هو العادي التي بي وفيه الملياري تي بي. الملياري تي بي ده لو لقيناه في الـ في الـ في, الـ في الرئه بنعدم الجثه كلها برضه. لقينا الملياري تي بي ده بيبقى عامل زي السبح في جسم الرئه نفسها في الانسجه بتاعتها. انما لو لقينا سل في الغدة بتاع الرئة بنعدم الرئة لوحدها وندور على السل في بقية الغدد بتاع الجسم. طب بالنسبة بقى لمراحل الذبح يا دكتور، بعد ما حضرتك بيتم الكشف على الذبيحة بالكامل كيف يتم مراحل الذبح وانا داخل المنظر؟ والله احنا هنا المراحل بتاع الذبح على فترات، يعني البهيمة بتخش بتتأيد وبيقع على الأرض وبتتذبح، بعد كده بيسلخوا الجلد من عليها ويفتحوا بيطلع الكبد والرئه والامعاء والاحشاء الداخليه كلها، وبعد كده بيبتدوا يعلقوا الذبيحه نفسها اربع تربع في الهوك بتاعها. وبعدين احنا بنبتدي نكشف بعد كده على كل حاجه لوحديها، يعني الكبد لوحده، الراس لوحديها، الرئه لوحديها، الاربع لوحديها. بالنسبه للمواطن العادي ممكن يذبح داخل المجزر هنا عادي؟ اي واحد يجي يذبح داخل المجزر وبيدفع رسوم عادي. الرسوم بتبقى تقريبا قد ايه للعجل او للخروف؟ الرسوم تقريبا بالنسبه للعجل حوالي 40 جنيه وبالنسبه للخروف حوالي 18 جنيه. يعني نصيحه حضرتك كده لاي مواطن بيذبح النهارده في اول يوم العيد او تاني يوم العيد؟ والله المفروض اي واحد ما يذبحش بره المجزر، لان في امراض كتيره جدا منتشره من الحيوان للانسان، ومن اخطر الامراض اللي موجوده دلوقتي هو الانسان العادي ما هوش عارفها، اللي هي زي السل وزي الدوده الشرطيه.
الدودة الشريطية ممكن تعمل جنان عند الإنسان أو تعمل له عمى وبتتسبب في موته. والسلة ده احنا عارفين منتشر في مصر كلها، فنصيحة لأي واحد جايب أضحية وعاوز يضحي يجيبها المجزر. والمجزر عندنا هنا، احنا عندنا بنستقبل أي واحد حسن استقبال، ما نزعلش أي حد، يجي ويقال في مرحبا بيه مجزر المتانية. سعر الأضحية العجل أو الخروف ذبحه وتنظيفه للمواطن يعني عشان يعرف، هو نفس الرسوم برضو العجل الكبير أو الجاموسة الكبيرة أو البقرة الكبيرة حوالي 40 جنيه 40 جنيه و40 قرش، وبالنسبة للصغير حوالي 15 جنيه. أسعار رمزية؟ آه، ما بناخدش حاجة، هي أسعار رمزية بتروح للمجلس. طب يا دكتور، يعني جزء خاص باللحوم، يعني حضرتك عارف إن في يعني المواطن بيقبل على اللحوم بطريقة كبيرة جدا في العيد، ولحوم الخرفان بيبقى فيها نسبة دهون عالية، واللحوم البقر بتبقى فيها نسبة دهون أقل والكوليسترول. ممكن حضرتك بس توضح لنا هذه الجزئية، ويعني استهلاك الإنسان العادي يبقى قد إيه في اليوم، في أول يوم أو في عيد الأضحى أو خلال عيد الأضحى؟ والله هو عيد الأضحى الناس كلها بتستناه كل سنة عشان يشبع لحم طول السنة، فالنصيحة ليهم إن هم ما ياكلوش إلا الحتة الحمراء. وبالنسبة للعجول البقري كل واحد على حسب مقدرته في الضحيه بتاعته، في واحد بيجيب عجل بقري، وفي واحد بيجيب خروف، وفي واحد بيجيب جد. بالنسبه للضاني نسبه الدهون بتبقى عاليه جدا فيها، ده اكل الدهون والحاجات دي كلها بيزود نسبه الكوليسترول في الدم وفي منتهى الخطوره، فالمفروض ياكل الحاجه اللي تكفيه، ومثلا بتاع حوالي 300 جرام 200 جرام كفايه من اللحمه الحمراء، ويبعد عن الدهون نهائي. يفضل مشويه ولا مسلوقه دكتور؟ والله مشويه على حسب رغبته هو، خلي واحد ما بيحب للاقل ضررا. بتبقى مشويه ولا مسلوقه؟ مسلوقه احسن حاجه، المسلوقه انما الشوي ما بيقضيش على بعض الامراض اللي موجوده، يعني مثلا الحوصله بتاع الدوده الشريطيه دي ممكن تفضل موجوده مع الشوي ما تموتش، انما الغلي وتكون تستوي ده بيقضي على كل الامراض اللي موجوده. انا شاكر لحضرتك جدا يا دكتور. كريم جدا. يعني كما تشاهدون اعزائي المشاهدين، هذه عمليه السلخ وتقطيع اللحوم، وسنتابع معكم لقاءاتنا من داخل الحفله التي تقيمه جمعيه الاورمان لتوزيع الاضاحي. معنا احد صاحب السكوك، اتعرف على حضرتك. حاج لبيب نجا عثمان. انا حاج نبيل. لبيب نجا عثمان. حضرتك منين يا حاج لبيب؟ من شبرا الخيمه. حضرتك ليه اتبرعت بسقف الصعيد وليه جيت هنا في قريه الصعيد؟ والله دي تاني مره، تاني سنه اعملها مع جمعيه الاورمان، ناس محترمه وعلى راسهم واحد ده اسمه دكتور، معرفوش، دكتور عبد الغني سليم، ناس محترمه، وبعدين بيجيبوا ناس يشرفوا على التوزيع. انا كنت الاول بذبح في البيت وما كنتش بعرف افرقها، وما اعرفش اللحمه دي هتطلع ايه شكلها ايه، دي مضمونه 100%. انا حضرتك ما تعرفش مين المستحق، مين اللي يستحق انه ياخد وهو فقير؟ هم بقى بيتولوها والله اعلم بقى ورسوله. طب اختيار منطقه الصعيد بالتحديد؟ هم حرين بقى، ما هو يعني الجمعيه اللي بتختار. انا من وجه بحري، بس ما يهمنيش مين ياخد في وجه البحر، ما يهمنيش الصعيد. واخد بال حضرتك؟ بس انا جيت الجمعيه دي لانهم ناس يعني بيودوا الحاجه للمستعين اللي يستاهلها. شكرا. يعني اتعرف لحضرتك. انا اسمي وليد لبيب، موظف بمصلحه الضرايب. يعني استاذ وليد، اشتراكك في الاضحيه او سق الاضحيه هذا العام؟ انا جاي مع الحاج شارك في سق الاضحيه، لان كل مره بيساهم مع الاورمان، فقلنا ايه نيجي المره دي نتبع الخطوات ونشوف الخطوات الذبح واليه التوصيل للناس والكلام ده كله. فبصراحه يعني بجد يعني حاجه كويسه جدا، حاجه ممتازه جدا جدا بالنسبه لكل واحد لو يعمل الصك دوت، لانه بصراحه بيروح للمستحقين فعلا، وبيروح لناس تحت خط الفقر، وبعدين بيبقوا ملمين بناس يعني ايه يعني كوره وكفر بيتم البحث او معرفه من يستحق لحوم الاضاحي. اكيد طبعا، كنا كل سنه بنعمل كده، مثلا بنذبح عندنا وكنا بنفرق، بس ما نعرفش مين اللي يستحق ومين اللي ما يستحقش، يعني ايه يعني كانت العمليه ايه، وفي اللي يزعل وفي اللي ما يزعلش. انما موضوع الصك بتاع الاورمان ده بصراحه حاجه كويسه وممتازه ممتازه ممتازه،
وشرعيه، يعني اهم حاجه انها شرعيه. احنا جينا بس ايه نطمن نشوف الصك ده فعلا بيروح للمستحقين ولا لا. احنا جينا نشوف خطوات الذبح من اول الذبح لحد الاخر، وبصراحه هتفضل مستمر معاهم لحد التوزيع. مستمر لحد التوزيع لحد ما نشوف يعني ايه بيروح فعلا لناس تستحق ولا لا. لان انا جاي يعني ايه، انا جاي من شبرا الخيمه لحد قريه متانيه ديت عشان اعرف واحضر الحفل بتاع جمعيه الاورمان، اللي هو بصراحه ربنا يبارك لهم وربنا يوسع عليهم وربنا يعني ايه يزيد من الناس تعمل سكوك، لان فعلا الناس ديت بتعمل خير لوجه الله. سعر السق تقريبا كام؟ والله مش يعني تقريبا الرينج بتاعه، مش عايز اعرف السعر اللي حضرتك دفعته. يعني هو متهيألي 1000 وشويه، لان الحاج هو اللي دافع الصك وكده. يعني شكرا لحضرتك. يعني اتعرف على حضرتك؟ انا خالد لبيب، الابن الاكبر لاحد المتبرعين. واحنا طبعا اول مره نحضر الذبح، حبينا نتأكد من صحة عملية الذبح والتوزيع، ولقينا ان العملية بتتم تحت اشراف طبي متكامل. بالاضافة تحت اشراف طبي متكامل، والتوزيع بيتم بعدالة اجتماعية تحت اشراف عديد من الجمعيات الاجتماعية، لأن موجود مندوبين من كافة القرى بتتولى عملية الاستلام. ودي حاجة بتطمني إن الحاجة بتوصل لمستحقيها على أكبر قدر من الأمانة، لأن دي بتبقى أمانة ولازم تروح لمستحقيها. يعني معنا احد اتعرف على حضرتك. فتحي فاضل عم جيد، مدير عام الاداره العامه للشؤون الاداريه بمديريه الشؤون الاجتماعيه بالجيزه. يعني دور الشؤون الاجتماعيه مع الجمعيات الاهليه في توزيع لحوم الاضاحي. تمام. الاول نقول الاستاذه الحاجه هاله الطودي، هي المفروض هي رئيسه اللجنه بس هي في الاراضي الحجازيه السنه دي، فوضت استاذ عدلي جرز، استاذ عدلي جرز فوض استاذ فتحي فاضل. المهم دور الجمعيات الاهليه، دور الشؤون الاجتماعيه بنشرف على الجمعيات الاهليه اداريا وفنيا وماليا، وبعدين بنيجي نشوف الكره الاشد فقرا، بنرشح الكره الاشد فقرا والجمعيات اللي هي في حيز الكره الاشد فقرا. بالاداره الاجتماعيه بتختار الاسر من بعض اسر الضمان الاجتماعي اللي هم بيصرفوا معاش ضمان اجتماعي شهري اسر الاشد فقرا، ونبتدي عمليه التوزيع عن طريق الاداره الاجتماعيه والجمعيه المختصه اللي هي تقوم بعمليه التوزيع. بنشرف طبعا على الوزن، وموجودين طبعا مع الاخوه اللي هم بتوع الأورمان، طبعا ناس محترمه جدا، وهم احنا بنشرف مع الادارات الاجتماعيه والجمعيات، وطبعا الاخوه كلهم موجودين. الاداره الاجتماعيه في العياط موجوده، المديريه موجوده، الجمعيه الأورمان موجوده، الطب البيطري موجود، كل الناس دي بتبذل اقصى جهد عشان الحاجه دي توصل لمستحقيها فعلا. يعني الجمعيه ما بتتحركش من نفسها، بيبقى في عليها اشراف حكومي ورقابه حكوميه. طبعا عليها اشراف حكومي، طبعا اشراف مالي واداري وفني وكل حاجه لحد التوزيع، لغايه التوزيع لاخر اخر كيس بياخده اخر مواطن. يعني انتوا بتحددوا المناطق الاكثر احتياجا في بمساعده الجمعيه الاهليه، بمساعده الجمعيه الاهليه بالتعاون مع جمعيه الأورمان برضه. احنا بنحدد لهم المناطق الاشد فقرا فين، والجمعيه المختصه في المنطقه بتقول لنا الناس دي مع الوحده الاجتماعيه والشؤون الاجتماعيه. يعني دور الجمعيات الاهليه بما حضرتك مشرف عليها في النهوض بالمجتمع وتنميه المجتمع. اكيد طبعا في ليها دور كبير، الجمعيات الاهليه طبعا ليها دور كبير في النهوض بالمجتمع والحاجات دي، طبعا اكيد ليهم دور كبير جدا. بتساهم. واحنا بنتمنى محافظه الجيزه فيها 41,000 جمعيه اهليه، احنا بنتمنى انه العدد ده تضاعف، احنا عايزينه تضاعف. في دول افريقيه عندها 150,000 جمعيه، مصر يعني محافظه الجيزه فيها 40,000 جمعيه بس، ده قليل قوي. تعرف على حضرتك؟ مجدي عبد العزيز، مفتش مالي واداري بمديريه الشؤون الاجتماعيه بالجيزه. يعني دور الجمعيات الاهليه بالتنسيق مع الشؤون الاجتماعيه. احنا ابتدينا عمليه تنسيق مع الجمعيات الاهليه في مركز العياط، مع مركز مع اداره العياط بالتعاون مع جمعيه الأورمان اللي هتطلع الذبايح. اتشكلنا لجنه وابتدت العمل، وزي ما انت شايف كده ابتدى من ساعه ما يعني من شهر 9 واحنا شغالين عشان نشتغل الاربع ايام العيد ونوصل اللحوم الاضحى الحيه، لان في لحوم حيه مجمده هتتسرب
بعد العيد ب 20 يوم. يعني هل توزيع اللحوم مقتصر على ايام العيد فقط، او نشاطات الجمعيات الاهليه مقتصر على ايام الاعياد والمواسم، ولا بيمتد طوال العام؟ لا، بيمتد في حاله لما المواطن بيروح الجمعيه ويطلبوا منه بحث اجتماعي، بيروح الوحده عندنا بيعملوا له بحث باللوازم بتاعته او الاحتياجات بتاعته، وان ما قدرش بيجي لنا كمديريه بنقوم بعمل لازم ونوجهه لاقرب جمعيه بتساعد فوري وبنساعده في طول لحظه. يعني العمليه التبرع بيفضل طول العام؟ مفتوح باب التبرع للناس كلها طول العام، بتبقى صدقه. كانت الاورمان عامله صدقه قبل العيد باربع ايام في مدينه العياط العرب، لان المتبرعين من العياط طلبوا ان هو ايه الصدقه بتاعتهم تتوزع في العياط، فكنا هنا موجودين من اسبوعين وذبحنا ووزعنا على اهل الضمان الاجتماعي في مدينه العياط. يعني اختيار القرى الصعيد خصوصا بيبقى ده ليه سبب؟ يعني لان بتبقى اشد فقر، لان فيها يعني نسبه اميه جامده قوي، واخد بال حضرتك، بيبقى فيها نسبه اميه وفيها قرى ومراكز بعيده قوي نائيه. يعني معنا ايضا احد المشاركين في الجمعيه، اتعرف لحضرتك. احمد مؤمن، المنسق الاعلامي لجمعيه الاورمان. استاذ احمد، اسال حضرتك دور الجمعيه وكيف يتم اختيار الاسر التي تحتاج مساعده وتوزيع لحوم الاضاحي عليها. احنا بنتعاون مع اكتر من 7000 جمعيه اهليه على مستوى الجمهوريه، بيتم الذبح من اسوان لحد اسكندريه، واحنا النهارده هنا نموذج في العياط. معانا النهارده اكتر من 5 جمعيات بيبقى معاهم اسر معتمده من الشؤون الاجتماعيه، بيتم ذبحها بالشهود بحضور الشؤون والطب البيطري وممثلين جمعيه الاورمان، وبنتم الذبح عدد التبيح بيتم الجمعيه بتستلم اللحمه بتاعتها وهي بتكيس، وبنطلع على الجمعيه بيبقى معاهم مندوب جمعيه الاورمان واقف بيحضر توزيع اللحوم من اول مرحله لاخر مرحله. يعني العمل تطوعي 100% لكل المشاركين في الجمعيه؟ 100%. يعني كيف يتم اختيار الاسر التي تستحق لحوم الاضاحي؟ عن طريق الجمعيات الاهليه المصغره وبحث اجتماعي من جمعيه الاورمان. ويتم على اساس التوزيع؟ بيتم على اساس التوزيع. هل يقتصر هذا، هل يقتصر هذا النشاط هذه الايام في ايام عيد الاضحى والمناسبات رمضان، او يستمر طول العام؟ شغل جمعيه الاورمان مستمر طول العام، ولكن شغل الاضحيه او اللحوم له علاقه بطول الاضحى، لكن احنا بندور الموسم بنتم توزيع لحوم الاضاحي. انا شاكر لحضرتك جدا. تفضل. يعني ما زالت الاضاحي هنا تقطع وتشفى. يعني سيجري الآن الدكتور كشف طبي على إحدى الذبائح التي تم الانتهاء منها. يعني دكتور، أتابع مع حضرتك عملية الكشف وكيف يتم بعد الأربع أرباع طب حضرتك قول لي المراحل، أول ما بتيجي تكشف بقى حضرتك بعد ما الذبيحة خلصت وتقطعت أربعة، إيه اللي بيحصل في الذبيحة أول ما بتتعلق؟ والله إحنا في الأول بنكشف على الأربع أرباع بتوع الذبيحة، الربعين الاماميين والربعين الخلفيين. تمام. يعني يتم تعليق، يعني لازم يتم تعليقها يا دكتور. تعليق الاربع تربع، ويتم الكشف على الدرانات. الدرانات اللي هي الليمف نود، حاجه اسمها الليمف نود، تبقى حاجه بريس كابلر موجوده هنا في الربع الامامي وزيها في الربع الثاني اللي هو قصاده يمين وشمال، اللي قدامك في الكتف قدام بريس كابولار، بتبقى الليمف نود درنه. الدرنه بتكشف على الاكتاف فيها، يشوف لو فيها اي ليجون او لو فيها مرض، فيها مرض زي السل بتبقى عامله شكل معين. تكشف كده، يعني تكشف وتورينا حضرتك بتكشف ازاي. طب اتفضل يا دكتور. الاول على الاعضاء، الراس والكبده والفشه، وبعد ما بنكشف على الاعضاء بنكشف على اللحمه الاربع ارباع. بنفتح كبده، دي كبده ازاي بيتم الكشف عليها؟ بنفتح في الدرانات بتاعتها، دي الهيباتيك ليمف نود اهي، الغده الليمف نود الكبديه اهي سليمه وكويسه جدا. بعد كده بفتح القناه المراريه، ماشي بس بالراحه سليم وحالتها كويسه. وبعدين بفحص الكبده من بره خالص، بلاقي الملمس بتاعها جميل وما فيهاش اي تليفات، فدي حالتها كويسه جدا. لا قدر الله، المرض اللي بيبقى فيها كبد بيبقى باين ازاي؟ بيبقى فيه هنا تليف ناتج عن وجود مثلا الدوده الكبديه موجوده هنا، فبنعدم الكبده كلها. لو موجود
الحويصلات دودة الحويصلات بنعدم الكبدة كلها برضو. ماشي، دي المرحلة الأولى من الكشف تبقى على الكبدة. لو موجود في الغدة دي موجود فيها سول بنعدم برضو الكبدة كلها. دي أول مرحلة بتتم على الكبد. تاني حاجة الراس قبل ما بنكشف على اللحوم بنكشف على الأعضاء الأول. الراس بعد إذنك، يعني أغلبية الأمراض بتكون في الأعضاء والراس. الغدد الليمفاوية والغدد الليمفاوية في اللحوم هي المراية اللي بنكتشف الأمراض منها. دي الراس يا دكتور. دي الراس. بنفتح الغدة الليمفاوية بتاعتها اللي هي ريترو فارينجا ليمف نود ونكشف عليها. اهي. اهي حبيبي. دي الغدة. دي الغدة. دي كده سليمة. سليمة تمام. قدر الله فيها حاجة بتبقى عاملة ازاي؟ بيبقى فيه جسم هنا موجود بتفتح فيه بتلاقيه زي الرمل كده. ده سل. دي هنا ما فيش فيها اي حاجه سليمه. دي في الحاله دي بيتم اعدام الراس كلها واكمل في اللحوم. لو فيها حاجه بعد من مع حضرتك دي تاني حاجه بيبقى الراس بعد الكبد. الغده الليمفاويه بكشف على الماسيتر ماسل العضله بتاع الفك. اهي افتح فيها ديدان هنا سليمه اهي. بفتح من هنا وافتح من هنا. سليمة. الديدان بتبقى بتشافها بالعين المجردة يا دكتور؟ بالعين المجردة. تاني حاجة بشق اللسان. اهو. لو في ديدان بتبقى موجودة جوه هنا. كده الراس سليمة وكويسة جدا. كده مفيش أي مشكلة في الأعضاء الخارجية. لا فاضل الأعشاء بقى الأعشاء. الرئتين. فاضل الرئتين. فاضل الرئتين. لازم حضرتك بس بصونا كده دكتور. بفتح في الدرانات. الدرانات اهي اللي موجوده فيها. ثواني يا رمضان بعد اذنك يا استاذه الزحمه. بفتح في الدرانات بتاعه الرئتين اهو. اهي تفتحها كده. وبكمل معاها كده. دي بيبقى موجود فيها يا دكتور سل. اهي سليمة وكويسة. لو السل بيبقى عامل ازاي دكتور؟ بيبقى موجود بتبقى موجود كبسول موجودة جوه الليمف نود. بتفتح فيها بتلاقيها زي الرملة كده متكيسة. ماشي؟ تاني حاجة بعد الدرانات بتأكد ان جسم الرئة سليمة. بعمل سليم ما فيهاش أي حاجة. لو فيها حاجة بقى فيها رمل برضه؟ لا بيبقى فيها زي أجسام مائية حويصلات مائية موجودة جوه أهي برضه السليمة هنا. ماشي القلب. القلب أهو المفروض ما يتشقش هم شاقينه. شقين عشان خاطر بعمل فيه شرايح كده. بعمل فيه شرايح صغيرة. عشان توضح يا دكتور شرايح؟ أنا أدور على الحويصلات الديدان برضه. بعد إذنك يا دكتور. ماشي كده القلب سليمة. كده مفيش اي مشكله فيه. سليمه. حضرتك الكاميرا دكتور ولا كاميرا يا دكتور؟ شرايح في القلب عشان ادور على اي ديدان. حويصلات الديدان بتبقى سليمه هنا. طب المرحله اللي بعد كده في الكشف ماشي. المرحله الثانيه اللحوم بقى هيكمل معاك الدكتور احمد. دكتور احمد دي الاعضاء مش الداخليه بقى، يعني في الاعضاء اللي هي اللي احنا تم الكشف عليها الكبد والرئتين. تم الكشف عليهم. دلوقتي هنكشف على اللحوم. دي مرحله الكشف على اللحوم. يعني كيف يتم الكشف على اللحوم؟ بنفتح بقى في الدرنه ده الربع الخلفي. الدرنه حاجه اسمها بري فيملر. بنفتح هنا الدرنه ونفتح الدرنه نفسها سليمه خلاص يبقى الربع كويس. بس تعالى كده عشان الكاميرا. تعالى كده يا دكتور. دير وشك للكاميرا. هي دي حضرتك الدرنه. ماشي. النسيج كله متجانس. لو فيها مشكله او فيها مرض بيبقى ايه؟ بتبقى حاجه عامله زي الحمصه كده او حبه الرمل.
ماشي. حاجه متجلطه جوه الجن جوه الجن كده. دي كويسه الحمد لله سليمه ما فيهاش حاجه. طب المرحله اللي بعد كده نشوف بقى الربع الثاني. احنا هناخدهم ربع وربع نشوف على الاربع تربع. ايه اللي بعد الدرنه اللي بعد الدرنه يعني حضرتك كشفت لنا في ربع على الدرنه. ايه اللي بعد كده بيتكشف عليه ثاني في خلاص؟ لا وبنشوف قوم بيتشاف الدرنه بس بقى لو في حاجه اي حاجه خارجيه مثلا لو في او مثلا خراج او خريج. بس طبعا ما فيش يعني زي ما حضرتك شايف ما فيش اي حاجه ايه في. طب يعني يا دكتور بيتم تقطيع اللحوم داخل الجمعيه هنا داخل المجزر؟ بتقطعها اربع تربع، انما لو هتقطع الجزه لا ده بيبقى في الجمعيه نفسها وعند الجزار بقى اللي هياخد. تمام، شكرا ليك جدا. العفو. يعني سننتقل الى احد الموجودون هنا يتابع عمليه الذبح. يعني اتعرف على حضرتك. انا اسمي سامي طه من جمعيه دار الارمان. يعني اسال حضرتك دور الجمعيه في هذه الكره وفي هذا التوقيت من العام. هي الجمعيه الارمان بتعمل مساعدات للناس المحتاجين على مستوى الجمهوريه. يمكن 90% من محافظات الجمهوريه احنا بنوزع فيها بالنسبه للحوم الاضاحي او كراتين رمضان، يعني حاجات في مواسم على مدار السنه. يعني كيف تختارون الاماكن التي تستحق المساعده وتوزيع اللحوم؟ هي ديت بنعملها بالتعاون مع الشؤون الاجتماعيه والجمعيات اللي موجوده في القرى، بيبقى في تعاون بيننا وبينهم وفي داتا كامله عندنا بجميع الجمعيات اللي هي فعلا مسجله الناس المحتاجين، فدي بنتعاون معاها. وبرضه احنا بنعمل ابحاث على الجمعيات ديت برضه قبل ما نروح برضه ايه بنوزع فيها. مرحله التوزيع بيكون في اشراف عليها لوصول اللحوم المستحقين؟ بيبقى في حاجات كتيره. اولا بالنسبه هنا الشؤون الاجتماعيه برضه متواجده معانا، وفي بيبقى في مدير وفي مناديب بتاع جمعيه الارمان. وبالنسبه لي انا من اداره المتابعه في جمعيه الارمان باجي برضو بتابع برضو على الحاجه في سبيل انها توصل للمستحقيه بالظبط. يعني فتره الاعياد والمواسم بيكون في خير كتير واللحوم بتكون متوفره، هل بيتم تخزين بعض هذه اللحوم او توفيرها لتوزيعها في ايام عاديه في السنه؟ فعلا هو ده اللي بيحصل بالظبط. احنا مثلا في المجزر هنا احنا في 5 عجول بتتذبح، في بعد العيد على طول في الاضاحي اللي احنا بنستوردها من بره دي بنوزعها بعد فتره العيد على طول، ولو في اي لحوم زياده بنحطها في الثلاجات وبعد كده بنبتدي نوزعها بعد العيد الاضحى. يعني ننتقل للمرحله الاخيره في اللحوم يا دكتور. انا عايز اعرف حضرتك بقى دي المرحله الاخيره. مرحله الختم دي اخر مرحله، وده ختم المربع ده بتاع اللحوم الصغيره الذكر ماشي، وبيكون مكون من كذا كذا لقمه مكتوب عليها اسم ماشي اهو شوف باينه على اللحمه اسم المجزر المحافظه العلامه السريه نوع اللحمه جمسي او بقري صغير ماشي، واليوم اللي هو الجمعه النهارده اهو. دي مكونات الختم. ده ختم الامان للمواطن انه يشتري اللحمه دي مكشوفه ومذبوح عليها في المجزر، بيلاقي عليها البيانات. ده الختم الصحيح اهو، الكتابه باينه وظاهره عليها اهو. تعالى بص لحضرتك، اي مواطن ممكن يقرا الكلام اللي مكتوب على الختم او جزء منه، ده معناه ان الختم صحيح واللحوم مكشوف عليها داخل المجازر. الختم ده عباره عن ايه يا دكتور؟ يعني ممكن الناس تقول ايه يعني ده حبر ده ولا ايه؟ لا ده ماده مطابقه للمواصفات الصحيه وطالعه من وزاره الصحه وغير ضاره اطلاقا للانسان، يعني امنه لصحه الانسان، يعني اللي ياكل اللحوم المختومه لا خوف عليه اطلاقا من الماده، لان الماده دي مكشوف عليها وطالع مرخصة من وزارة الصحة. يعني ممكن تقليد أو لا يمكن تقليد الختم لأنه عليه علامة سرية بتتغير يوميا اسم المجزر والمحافظة والعلامة السرية ونوع اللحوم، وأي ختم من بره ما بيكونش عليه العلامة السرية بيعتبر إيه الختم غير صحيح. ده ضمان للمستهلك ان اللحمه دي مذبوحه داخل المجزر ومفيش فيها اي مشكله. ومفيش فيها اي مشكله. صح حضرتك. طيب طيب. شكرا. سلامتك.